السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: استمرار المظاهرات والاعتصامات في محافظة النجف وسط تضييقات أمنية ومحاولات لإسكات المتظاهرين. في عنواننا الثاني: أهازيج وأناشيد في محافظة المثنى تفخر بالماضي وتدعو إلى زيادة زخم المظاهرات والاعتصامات. في العنوان الثالث: تواصل المظاهرات في محافظة البصرة وسط إصرار شعبي على المضي في المظاهرات حتى تحقيق المطالب. وفي عنواننا الرابع: المتظاهرون في ذي قار يصرون على البقاء في ساحات الاعتصام حتى تحقيق أهدافهم. أهلا بكم. قامت القوات الحكومية بتضييق الخناق على المتظاهرين في محافظة النجف أثناء محاولتهم نصب خيام الاعتصام، وأجبرتهم على رفع الخيام والتجهيزات اللازمة للاعتصام في ساحة مجسرات ثورة العشرين. فلنشاهد. سوي اللي بالصندوق، نزلها صانتك، نزلها دور. شنو ما شنو انت بكيفك؟ موبايل هذا شنو؟ وين رايح؟ انت وين رايح؟ ما طلع ثورة، ثورة ثورة، تعال ثورة ثورة. انا بتصوير، تعال لا تشيل ايدك بس. مجاشر انت شك على اساس شكت؟ تعال تعال شو رايك؟ تعال تعال انت بصندق، والله ما تستحي. شايل لك صندق؟ لك شنو؟ طليان قدامك؟ طليان احنا قدامك؟ طليان فهمه طليان. نبقى في محافظة النجف، حيث اعتصم المتظاهرون في ساحة ثورة العشرين بالنجف بالرغم من التضييق الحكومي. بدأ اعتصامات النجف الأشرف الآن من ثورة العشرين، من ساحة الاعتصام ننقل إليكم هذا الحدث. ونبقى في محافظة النجف أيضا، حيث ردد المعتصمون في المحافظة هتافات أو هتافات ضد الأحزاب الحاكمة. فلنشاهد. يا صوت العدل حب اسمك صار يا
طبعا وإن كانت الأعداد قليلة في بعض الاعتصامات أو بعض المظاهرات، لكنها تثبت أن هناك أصوات رافضة للأحزاب ورافضة لهذه العملية السياسية ولكل من جاء معها. دائما تكون الدعوات بالمزيد من المتظاهرين، المزيد من المعتصمين، من أجل إيصال صوت أعلى وأقوى قد يصل إلى هذه السلطة ويغيرها، أو قد يصل إلى العالم ليؤكد أن العراقيين بحاجة إلى تغيير حقيقي، بحاجة إلى دعم من أجل الخلاص من هؤلاء. في الخبر الثاني، هزوجة جنوبية تذكر بأمجاد أهالي محافظة المثنى في ثورة 20 وتدعوهم للمشاركة في الاعتصام، فنشاهد. ابقى في محافظة المثنى، حيث ردد المعتصمون هتافات ضد الأحزاب الحاكمة في ساحة الاعتصام. وقامت مجموعة من الشباب في محافظة المثنى بالتجوال في شوارع مدينة السماوة لتحث الناس على المشاركة بالاعتصام في ساحة الاحتفالات. وجودكم أساس وداعم لهم، متحملين حرارة الشمس من أجلكم، طالعين يطالبون بمستقبل أبنائكم وأبنائهم. ما عندنا مصالح شخصية، كل مطالبنا عامة، نطالب بالكهرباء، نطالب بالمي، نطالب بالتعيينات. احنا ناس مستقلين، وجودكم اساس وداعم لنا. اليوم الشايب موجود هناك في الساحه والمعوق موجود. شبابنا اذا انت قاعد من يطالب بحقه، اطلع لمده نصف ساعه، اطلع لمده ساعه، شارك بدعمهم. هنا اليوم موقفك يبين ابني مدينه عليك الاعتماد. انت انا احاجيك، انت انسان مثقف. اليوم موقفكم اساس وداعم لنا حتى لو لمده نصف ساعه. احنا ما عندنا مصالح شخصيه، كل مطالبنا عامه، كل مطالبنا اللي هي طالعه من ضمننا، اللي هي تخصكم، تمس حياتكم. احنا نطالب بالكهرباء، نطالب بالمي، نطالب باطاله الفاسدين، نطالب بالتعيينات، الغاء المحسوبيه. ما عندنا مصالح شخصيه، ناس كلام سليم جدا. هل من يجلسون في هذه الكافيهات او المقاهي او الذين لم يخرجوا في ساحات الاعتصام ينعمون بالكهرباء وينعمون بالخدمات ويعيشون حياة مرفهة، لا تدعوهم إلى الخروج إلى أو لا تدفعهم إلى الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات؟ المواطن العراقي يعاني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل المحافظات في العراق تعاني من إهمال وتعاني من تقصير وتعاني من ميليشيات وتعاني من كثير من الأزمات التي عمت العراق بعد الاحتلال. فلماذا هناك جلوس؟ لماذا هناك برود كما سماه بعض المتظاهرين أو بعض المعتصمين؟ نداءات كثيرة توجه إلى العراقيين الذين لا يزالون يجلسون في منازلهم بالخروج في هذه المظاهرات ودعم إخوانهم الذين يتواجدون في الشوارع، كما قال كبار السن والمعوقين يجلسون في ساحات الاعتصام يطالبون بحقوقهم، وأنت شاب وقادر على فعل كل شيء لا تخرج، والأسباب غريبة حقيقة ولا تعلم. ننتقل إلى محافظة البصرة. المعتصمون في محافظة البصرة يؤكدون على التواصل في المظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، فنشاهد. بالنسبة إلى تظاهرات محافظة البصرة اليوم،
هي تحشدية كاملة في الأحياء والأزقة وفي بعض النواحي. لذلك ترى أنه عدمية الحكومة بعدم تنفيذ أي مطلب من هذه المطالب لم تكن بشكل تنفيذي صحيح، ولذلك هبت جماهير البصرة بمطالب تصعيدية، ألا وهو نحن نعرف أن هذه الحكومة الفاسدة ليس هناك أي رجاء أو أمل في هذه الحكومة، هذه الحكومة والحكومة القادمة حقيقة. فلذلك نحن نعرف تماما أن هذه الحكومات أتت من رحم الأحزاب، والأحزاب الفاشلة التي اعترفت بفشلها وأصبحت دولة عميقة. فلذلك نحن نرى أن هذه الحكومة الآتية القادمة وهذا الصراع القائم الآن على الكراسي والمناصب لقد تركوا الشعب العراقي في مأساته في محنته. نحن نمر بأزمة كبيرة بعد المظاهرات اللي صارها شهر بالبصرة، ولعدم تنفيذ المطالب مالتنا أصبحت أهل البصرة ملوا جميع وعود الكاذبة للحكومة الاتحادية والحكومة المحلية. لذلك بدأ التصعيد الآن في المناطق الشعبية، وسوف ننطلق في مظاهرات مليونية عارمة ولن يحمد عقباها إن لم يتجاوب الحكومة الاتحادية بالأول. أما الحكومة المحلية راح أقول لكم شيء، إحنا غاسلين دينا من نبقى في البصرة. المعتصمون في ساحة السعدي بالبصرة يعزفون أنشودة يهاجمون فيها الأحزاب وسراق المال العام ممن تواجدوا في السلطة. كذب تلطم على حسين، وين 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 الملايين، وين 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 الملايين. ثورة فقر ثورة شعب ثورة مساكين، وين 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 الملايين، وين 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 الملايين. ثورة شعب ثورة فقر ثورة مساكين، وين 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 الملايين. على العهد ما نقطع بعد على الثورة باقين، وين 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 الملايين، وين 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 الملايين. الشعب البصري وين وين الملايين، الشعب البصري وين وين الملايين، الشعب البصري وين وين الملايين. ننتقل إلى محافظة ذي قار. المعتصمون رددوا هتافات ثورية في ساحة اعتصام مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. نبقى في ذي قار، فتستمر الاعتصامات في الناصرية ليلا ونهار على أنغام الأهازيج والأناشيد المنددة بالعملية السياسية وبالأحزاب الحاكمة. وفي مقطع آخر أيضا في مدينة الناصرية، المعتصمون يمجدون بتاريخ مدينتهم ويحثون أبنائها على المشاركة في الاعتصام. هاي
أهلا بكم من جديد. قامت القوات الحكومية في محافظة البصرة بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب، مما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين. دعونا نشاهد. طبعا نتابع مع حضراتكم كيف تعاملت القوات الحكومية، ونتابع الآن كيف علق النشطاء في موقع فيسبوك على هذا المقطع. دعونا نشاهد. في أول تعليق لدينا علي يقول: عمي أنتوا أكبر إرهاب وتهديد بنظرهم هاي الفترة. قبل كانوا مخوفين الشارع بالطائفية، وبعدها داعش من خلصة الأقنعة انكشف كل شيء للناس. هسه صار الكلام بدون حياء. أي واحد يطالب بتغيير حرامي من المافيات يعتبر إرهابي. في تعليق آخر سعد يقول: هذول ميليشيات إيرانية، يقصد بها القوات الحكومية التي اعتدت. في تعليق آخر زين يقول: الجيش الذي لا يحمي الشعب خائن. وأيضا ضمن التعليقات حسام صباح يقول: أسد عليه وفي الحرب، أسد علي وفي الحرب نعامة، والله عمي حتى النعامة أشجع منهم. وليام المخانثة. وضمن التعليقات أيضا طاهر يقول: يحمي الفاسدين العملاء آكلين حقوق الشعب. هذا كلام أيضا يوجه للقوات الحكومية. يعني تعليقات تصب في مصلحة طبعا المواطن، وتهاجم القوات الحكومية التي تعاملت بأقصى الطرق وبأشد أنواع العنف مع المتظاهرين والمعتصمين، حتى وصلت إلى إطلاق الرصاص وقتلهم في الشوارع بدون أي عقاب، بدون أي حساب. ولا يوجد أي قانون يجرم هؤلاء، لا يوجد أي قانون يمنعهم من هذه الاعتداءات ومن هذه الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها. تابعنا ميليشيا بدر وهي تقوم بإطلاق النار وإسقاط مدنيين قتلى في المظاهرات، والقوات الحكومية كانت متواجدة في نفس المكان لكنها لم تتدخل. نراكم بعد قليل. أهلا بكم. هذا العراق يا إيران، واسم عراقي هاجم فيه النشطاء إيران ومن معها من أحزاب وميليشيات. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. حسان يقول: العراق هو الند النوعي لإيران تاريخيا وحضاريا وجغرافيا. إن وجود إيران متوسعة يعني عراقا ضعيفا، وأن وجود عراقا قويا يعني ينهي أي توسع إيراني. في تغريدة أخرى ميرزا يقول: العراق أكبر من أن يكون تابعا لدولة مثل إيران. باختصار شديد، ولكن للأسف هو الآن يعيش في هذه المرحلة. فراس يقول: طبعا العراق أولا، لكن ذيول وأتباع إيران لا يستطيعون تناسي فضل إيران عليهم، ولهذا هم ليس لهم أي ولاء للعراق، وإنما ولاؤهم لإيران وإلى ولاية السفيه. لعنكم الله، إذا كنتم تحبون إيران اذهبوا إلى إيران وعيشوا تحت خيمة الخميني وخامنئي. وفي آخر التغريدات لدينا هبة تقول: لا ولاء لغير بلدنا ولا دفاع إلا عنه، أما من يتبكى على حصار دولة لطالما أسست مشاريع للقتل والتفرقة في العراق فلا مكان له فيه، وليلجأ إلى من عبدهم لحجة المذهب ليدعسوه بأقدامهم. العراق عربي للعراقيين فقط والسلام. هكذا تفاعل النشطاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مع تغريدات أو مع هذا الوسم: رفض قاطع لإيران من الشمال إلى الجنوب. ظهرت الأصوات من المحافظات الجنوبية أكثر من ربما أي محافظة أخرى تندد وترفض الوجود الإيراني، وترفض أي دعم تقدمه إيران لهذه الأحزاب، وترفض الأحزاب التي تدعم من إيران والتي صاحبة ولاء وتجاهر بولائها لإيران. رفضت الميليشيات، رفضت السياسيين، رفضت البرلمانيين الذين طالما تشبثوا بإيران على أنها المنقذ وأنها المعاون. نراكم بعد قليل بفقرة بعد الهاشتاج.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الاعتقالات سياسة حكومية متبعة حاليا في قمع المظاهرات المتواصلة، واتبعت سابقا كذلك في قمع المظاهرات. اختلفت السلطات لكن السياسة هي سياسة واحدة. دعونا نشاهد. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.